900 مليون جنيه، تفاصيل ضبط وزارة الداخلية لثمان أشخاص في عملية غسيل أموال من خلال المخدرات وتجارة السلاح. تفاصيل وكواليس القضية تكشف عنها تغطيتنا الآن الخاصة من صدى البلد. بجدد ترحيب مرة أخرى بحضرتكم مشاهدينا. نجحت وزارة الداخلية في كشف تفاصيل قضية غسيل الأموال الجديدة، وتم ضبط 8 عناصر إجرامية متورطة في هذه القضية في عمليات غسيل الأموال بقيمة تصل ل 900 مليون جنيه، حيث تم اكتشاف أن المتهمين يديرون شبكة لتهريب وترويج المخدرات، وقاموا أيضا بعمليات غسيل للأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، وأيضا يوجد 2 من المتهمين لديهم سوابق جنائية سابقة، وقام المتهمون أيضا بتصفية أموالهم المشبوهة من خلال شراء العقارات وأيضا شراء الأراضي بشكل غير شرعي، ذلك كان بهدف غسيل أموالهم وتوريثها بشكل غير قانوني. أيضا في نفس السياق قاموا بمحاولة تزوير المصادر المالية لهذه الأموال لتظهر بمظهر قانوني وطبيعي وكأنها أرباح قانونية من أنشطة تجارية شرعية. تم أيضا تقدير قيمة الممتلكات اللي تم استحصالها بشكل غير قانوني وغير شرعي، كانت تقدر بحوالي 900 مليون جنيه. يدل هذا الرقم على الأنشطة الغير مشروعة الكثيرة. ووفق بيان وزارة الداخلية، قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق بالطبع مع الأجهزة الأخرى المعنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه 8 عناصر إجرامية لـ2 منهم معلومات جنائية كما سبق وتحدثنا، يقيمون بمحافظة الدقهلية ومحافظة القاهرة، ذلك خلال قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار والترويج للمواد المخدرة، وأيضا محاولتهم إخفاء مصدرها وأيضا إصباغ هذه الأموال بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، ذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية وشراء السيارات. مشاهدينا، تعد عمليات غسيل الأموال من أكثر الجرائم خطورة في العصر الحديث، حيث تعمل عناصر الجريمة المنظمة على تمرير الأموال الغير مشروعة، ذلك من خلال عدة عمليات متعددة لتبدو كأنها أموال نظامية أو نظيفة. هذه ليست الجريمة الأولى خلال هذا العام لغسيل الأموال، فكانت قد أعلنت أيضا وزارة الداخلية الشهر الماضي أيضا ضبطها لقضية مشهورة ومشابهة لهذه القضية، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ اللازم وجميع الإجراءات القانونية تجاه 3 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية سابقة ومقيمين بمحافظة قنا في الصعيد، ذلك خلال قيامهم بغسيل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية وأيضا الذخائر غير المرخصة وأيضا المواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة القانونية أو الصبغة الشرعية، بالإضافة أيضا إلى إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات شرعية أو مشروع عن طريق شراء العقارات وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات. أيضا قدرت أفعال الغسيل الأموال هذه ب 43 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه العناصر 3. مشاهدينا الكرام، هذه كانت تفاصيل أو آخر تفاصيل ضبط أكبر قضية غسيل أموال هذا العام كما أطلق عليها الإعلام. بشكركم على تيم المتابعة للقاء.